تريد حفظ القرآن الكريم وأنت كبير، بعد الثلاثين، بعد الأربعين، بعد الخمسين، بعد الستين، حافظ على هذه القواعد الأربعة: قلل وأكثر وحافظ وداوم. قلل من المقدار وأكثر من التكرار وحافظ على الاستمرار وداوم على الاستغفار. قلل من المقدار المحفوظ، يعني لا تحفظ في اليوم صفحة أو نصف صفحة أو ثلث صفحة، إنما احفظ كل يوم حتى ولو سطرين أو ثلاثة. قلل من المقدار. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.